الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تضامن مصر حكومة وشعبا مع باكستان في ظل الظروف الصعبة والخسائر التي خلفتها تلك الفيضانات، لافتا إلى تخصيص مصر مساعدات إنسانية إلى باكستان للمساهمة في جهود تخفيف أثار تلك الأزمة التي يواجهها الشعب الباكستاني. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف لتقديم واجب العزاء في ضحايا الفيضانات. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد خلال الاتصال بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدا التطلع لتطوير التعاون الثنائي مع باكستان وتبادل الخبرات في مختلف المجالات والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود تطوير البنية الأساسية من طرق ومحاور وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بالفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من المسؤولين. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الرئيس لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في منطقة توشكا بجنوب الوادي، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية. وخلال اللقاء وجه الرئيس السيسي باستكمال كافة العناصر والتفاصيل الخاصة بجهود زيادة مساحة استطلاعات الأراضي في منطقة توشكا والاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة، فضلا عن تكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية وسعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود لإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية. تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، حيث قام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولي بتسليم الرئيس السيسي الجائزة بقصر الاتحادية. من جانبه أكد الرئيس السيسي الامتنان لمنحه الجائزة التي تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم، وهي الرسالة التي تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي تعد أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على فئة ذوي الهمم وتقديرا لما يقدمه من دعم لهم. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوم اعتراف بانفصال منطقتي خيرسون وزابوريجيا الأوكرانيتين، وأعلنت الرئاسة الروسية في وقت سابق أن موسكو ستصادق اليوم الجمعة في الكرملين على ضم مناطق دونستيك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية إلى أراضيها. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لن تعترف بنتائج الاستفتاءات التي أجرتها روسيا في أوكرانيا. وخلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادي، وصف بايدن الاستفتاءات بالمهزلة وأشاد في الوقت ذاته بتضحية الأوكرانيين من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم. قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الوقت ما زال مبكرا للتكهن بهوية المسؤولين عن التفجيرات التي تعرض لها خط أنابيب الغاز نورد ستيرم. وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي في هاواي أنه لن يتمكن أحد من تحديد ما حدث بشكل مؤكد قبل إجراء تحقيق كامل. وقال أوستن أنه بحث الأمر مع نظيره الدنماركي الذي أكد أن الأمر سوف يستغرق عدة أيام قبل أن يتمكن من تجهيز الفريق المناسب للتفقد المواقع ومحاولة اكتشاف حقيقة ما حدث على نحو أفضل. أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في أحدث تقرير له أن العاصفة إيان اشتدت لتتحول إلى أعصار مرة أخرى، ومن المتوقع أن يقترب من ساحل ساوث كارولينا اليوم. وتصاحب الإعصار إيان رياح سرعتها القصوى 120 كيلومترا في الساعة. وأضاف المركز أنه قد يرتفع مستوى إيان قليلا قبل الوصول إلى اليابسة، ومن المتوقع أن يضعف سرعته فوق جنوب شرق الولايات المتحدة في وقت متأخر من اليوم إلى السبت.
انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.